أحبتي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي. إذن أحبتي الصغار، اليوم لدينا النص التقويمي، إذن البحر الحزين. إذن جميل، إذن قبل ما نبدأ الحصة ديالنا أحبتي الصغار، ما تنساوش تشتركوا عندي في القناة، تفعلوا زر الجرس، خليوا لي جيم من هذا الفيديو. هذا كان عندكم شي اقتراح أو شي تساؤل فخليوه لي في بلاصة التعليق، فأنا أحبتي الصغار أكيد كنقرا جميع التعليق ديالكم. إذا على بركة الله أحبتي الصغار نقرأ النص ديالنا. إذا جميل، إذا ألاحظ المشهد وأقرأ النص. إذا المشهد كما كتشوفوا هنا، هذا شاطئ، أطفال صغار إذا يقومون ببناء قصور، ثم هذا رجل عجوز إذا يقوم بتثبيت الظل في الرمل، هنا شاطئ، شمس مشرقة، وهنا منارة. أحسنتم، إذا نقرأ النص. توجهت هدى مع أخيها مجيد إلى شاطئ البحر برفقة جدهما ليستمتعا باللعب على الشاطئ ويبنيا قصورا من الرمال. وعندما وصلوا وجدوا مياه البحر بعيدة عن الشاطئ. استلقت هدى تحت الظلة وأغمضت عينيها تستمتع بنسيم البحر المنعش، وفجأة شعرت بالمياه تبلل قدميها فهمست في سعادة. أيها البحر الجميل، هل عدت إلى الشاطئ من جديد؟ نعم، وأخبرك أنني بحر حزين وأشعر بالغضب الشديد من الناس. ولماذا أنت غاضب من الناس؟ إنهم يحبونك ويزورونك كل صيف. أنا أيضا أحبهم، لذلك أغمرهم بمياه الزرقاء وأرطب لهم الهواء بنسماتي وأحمل لهم خيراتي من سمك وأصداف. أفعل ذلك كله من أجلهم ولكنهم لا يحافظون علي. انظري حولك حينما أبتعد عن الشاطئ وستفهمين سبب حزني. نظرت هدى إلى الشاطئ فرأت أكواما من النفايات وأغلفة الحلويات وزجاجات العصائر الفارغة، ففهمت ماذا ما يعنيه البحر. وعلى الفحر بدأت بجمع أكياس المخلفات والقمامة، ونادت على أخيها والأطفال الآخرين لمساعدتها وقالت: لنجعل هذا البحر سعيدا مصر ومسرورا وشاطئه جميلا ونظيفا. أحسنتم أحبتي الصغار. إذا دابا ما تنسوش بعدا أنكم قبل ما تمشيو المدرسة أو الأقسام ديالكم أو المؤسسة ديالكم تقراو هذا النص، هذا قراءة جيدة باش يسهل عليكم تقراو في القسم، وكذلك أيضا تجاوبوا على أسئلة الفهم. إذا دابا نمر إلى أسئلة الفهم. إذا جميل، إذا الرصيد المعجمي، أضع علامة في أمام الشرح المناسب لكل كلمة. نعم، الكلمة الأولى برفقتي، برفقتي تعني بصحبتي، بصحبتي ليس بجواري. إذا بصحبتي. يشيد بمعنى يبني، يشيد بمعنى يبني، وهنا يهدم رضيض ديال يبني ويشيد. أحسنتم. استلقت، استلقت بمعنى تمددت، تمددت وضدها هي نهضت، إذا تمددت. يعنيه بمعنى يقصده، يقصده، إذا جميل، وليس يكرهه. أحسنتم أحبتي الصغار. إذا دابا نمشيو للسؤال الثاني. ألون خانة الكلمة التي ليست من عائلة ظلة. إذا ظلتين خص تكون هاد دائما إلا ذكرنا العائلة خص تكونوا في هاد الأحرف الأساسية. جميل، إذا عندنا ظل، ظلال، مستظل، يستظل. إذا هذه كلها من عائلة كلمة ظلة. وهنا عندنا ظلام فلا ينتمي إلى هذه العائلة، إذا كلمة ظلام لا تنتمي إلى هذه العائلة. أحسنتم. نمشيو دابا السؤال، السؤال الثالث. أملأ خريطة كلمة مسرور. إذا عندنا مسرور فنوع الكلمة اسم، إذا نوع الكلمة اسم، مرادفها هي سعيد وفرح، مرادف مسرور هي سعيد وفرح.
ضدها أو ضد مسرور فهو حزين ومكتئب. ضد كلمة مسرور فهو حزين ومكتئب. إذن تركيبها في جملة مفيدة. إذن نركبها في جملة. إذن خرج الولد مع أمه مسرورا. خرج الولد مع أمه ماذا؟ مسرورا. أحسنتم. إذن دابا نمشيو لأسئلة الفهم القرائي. جميل. إذن أحسنتم. إذن عندنا السؤال الأول، أجيب ما مع من توجهت هدى إلى الشاطئ؟ إذن توجهت هدى إلى الشاطئ مع أخيها وجدها. أعيد، توجهت هدى إلى الشاطئ مع أخيها وجدها. لماذا كان البحر حزينا؟ إذن كان البحر حزينا لأن الناس لا يحافظون عليه. كان البحر حزينا لأن الناس لا يحافظون عليه. أين استلقت هدى؟ استلقت هدى تحت الظلة. استلقت هدى تحت الظلة. لماذا نادت هدى على الأطفال؟ إذا نادت هدى على الأطفال لمساعدتها في تنظيف الشاطئ. نادت هدى على الأطفال لمساعدتها في تنظيف الشاطئ. أحسنتم. إذا عندنا السؤال الموالي، ألون إذا قرص التكملة المناسبة. إذا البحر غاضب من الناس بسبب اللعب بالرمال؟ لا. اللعب بمياهه؟ لا. بل بتلويث مياهه. إذا غادي نلونو هذا ونديرو فقط علامة. جميل. إذا عندنا الجملة الموالية، نادت هدى أخاها من أجل اللعب السباحي. بل نادت هدى أخاها من أجل تنظيف الشاطئ. إذا كذلك غادي نلونو هذا القرص هذا أو غادي نديرو فقط علامة. أحسنتم أحبتي الصغار. نمشيو دابا السؤال الموالي. السؤال يقول، أرتب الأحداث الآتية بالأرقام 1، 2، 3، 4 حسب تسلسلها في النص. إذا غادي نرتبو الأحداث ديال النص من 1 إلى 4. إذا الحدث الأول هو توجه الجد وحفيداه إلى البحر. إذا حفيداه مجيد وهدى. إذا توجه الجد وحفيداه إلى البحر. إذا هذا هو الحدث الأول. الحدث الثاني، شعرت هدى بالمياه تبلل قدميها. شعرت هدى بالمياه تبلل قدميها. الحدث الثالث، أخبر البحر هدى أنه حزين. الحدث الثالث، أخبر البحر هدى أنه حزين. الحدث الأخير والرابع، بدأت هدى بجمع ما يلوث الشاطئ. الحدث الأخير، بدأت هدى بجمع ما يلوث الشاطئ. أحسنتم أحبتي الصغار. إذن بهكا كنكونوا سالينا الحصة ديال اليوم. نتلقاو إن شاء الله في الحصة الماجية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.